شكرا لبراعم الجمهورية، ونحن اليوم نحتفل بالذكرى 46 لإعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الدولة الجامعة للصحراويين، الدولة التي أدارها كان الصحراويون من أجلها الغالي والنفيس ملك على 46 سنة من حمولة مؤسساتية، من دولة موجودة واقعا متكامل على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نحتفل بهذه الذكرى اليوم ونحن أيضا على مقربة من سنتين من عودة الكفاح المسلح لتحرير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الدولة التي يفنى من أجلها كل الصحراويين 46 سنة. الرقم عظيم وكبير، حمولة صبري وتضحيات هذا الشعب المكافح الذي لا زال يعطي صورا متتالية في الصبر والعطاء والكفاح والمنافحة، لا لشيء سوى أن يرى علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 46 سنة يرفرف من والد الحقيقة. وفي عجلة أتلو عليكم البرنامج، وكان عبارة عن كلمة افتتاحية ترحيبية لجمعية الصحراويين بفرنسا، ثم تلي كلمة المكلف بالجالية الصحراوية بفرنسا، وكلمة ممثل الجبهة بباريس عضو الأمانة الوطنية محمد سداتي، ومداخلة لجمعيات الصداقة الفرنسية، ثم تليها كلمة رابطة النساء الصحراويات بفرنسا، وورقة تعريفية عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ثم لوحة فنية، وطبعا رسائل رابطة، ثم رسالة تضامن مع عائلة أغريش التي الأخرى تفتح جبهة أخرى من الكفاح ضد الاحتلال المغربي بمدينة الداخل السليمة.